مرحبا بكم متابعينا الاعزاء في الجديد، وانا اتجول بموقع دكتور فرفر وجدت وتعرفت على احد اخطر البرامج. هذا البرنامج بكل بساطه صراحه جربته تقريبا 3 ايام الى حدود تصوير هذا الفيديو. نحن حاليا في 25 ديسمبر، 3 ايام الماضيه نزلت البرنامج وقمت بحاولت ان اضبط الاعدادات، وصراحه يمكن القول ان البرنامج خطير. انا لست بخبير في امن المعلومات، لست بهاكر، وأحاول أن أستوعب آلية استخدام البرنامج. وصراحة كل مرة أستخدم البرنامج وأحاول أن أجربه وأحاول أن أعتاد عليه أني أنصدم. تخيل معي أن البرنامج ما يقوم به هو أنه إذا عندك موقع مدونة متجري لما غير ذلك، أوكي؟ هذا الموقع وهذا البرنامج مبني على نظام تشغيل، نظام إدارة محتوى، مثلا الووردبريس، مثلا البلوجر لما غير ذلك. هذا البرنامج بكل بساطة في عنده قاعدة بيانات مربوطة بمجموعة من المواقع، يقوم بعمل سكان للموقع الخاص بك ويكشف لك الثغرات. إذا كنت هاكر فيمكنك إلقاء نظر على الثغرات وحاول تخترق الموقع، أوكي؟ وإذا كنت إنسان من ما نسمي يعني مطور برمجيات، مطور أمن معلومات لما غير ذلك، فيمكنك استخدام هذه الثغرات وترقعها إذا كان موقعك أو إذا كان موقع شركة، تراسلهم تقول ليس عندكم ثغرة. برنامج خطير، برنامج أنا صراحة أحاول أن أستوعب آلية العمل. أتمنى لو كان الناس فعلا يستخدمون البرنامج يكتبوا في التعليقات حتى نتعلم بعض، لأنه صراحة هذا البرنامج خطير. وزرت موقع البرنامج، في عنده مجموعة من الأدوات التعليمية، المواد التعليمية. دائما أي موقع أي برنامج اذهب إلى ما يسمى بالريسورسز أو الليرنينج سنتر، وحاول أن تقوم بقراءة المحتوى. إذا عندك اللغة إنجليزية فهذا الجميل، إذا ما عندك لا تتقن اللغة الإنجليزية فيمكنك ترجمة الصفحة عن طريق هذه الأداة خاصة بالترجمة، وسوف يتم ترجمة الموقع. صراحة برنامج أنا عجزت أن أشرح البرنامج، لأنه صراحة برنامج خطير وفي مجموعة من الأدوات، وهذه الأدوات صراحة أنا لا أعرفها ولا أستوعب آلية عملها وحاول أن أعتد عليه. أدعوكم أن تستخدموا البرنامج، لأنه برنامج مدفوع. أول شيء برنامج مدفوع ويمكنك استخدامه ببلاش موقع دكتور فرفر، وأنا عندي يقين وقناعة إذا تعمقت في البرنامج وتعلمت لي واستوعبت آلية العمل سوف تقوم بأمور خطيرة. وهذا الفيديو فقط تعليمي، لا أدعو أي شخص قيام بشيء مخالف للقانون، لأنه يمكنك شهد معي هنا يقول لك يا سيدي العيوب والأخطاء التي وجدها في الموقع. هذا الموقع يا سيدي يقول لك الماضن الـ HTTPS ضعيف أو شيء من القبيل، ويعطيك معلومات عن الثغرة، يعطيك كيف ترقع الثغرة. وإذا كنت خبير وإذا كنت مهتم بتدخول المجال فأعتقد كل شيء بين أيديك. والجميل في الأمر هو أنه هذا البرنامج يعطيك، إذا كنت مهتم بجمع البيانات، أنا مهتم بالداتا سكرابين يعني أحاول أجمع البيانات، فهذا البرنامج لما تعمل سكان الموقع يعطيك جميع الإيميلات، جميع أرقام الجوال الموجودة في الموقع، ويمكنك استخدامها مثلا لآلة الترويج لأمور أخرى، أوكي؟ اللي على بالي وعلى بالك. هذا كان كل شيء. أتمنى لو أنه كان الناس يستخدمون البرنامج يكتبوا لي في التعليقات أنهم يستخدمون البرنامج، شاركوا تجربتهم معي، لأنه صراحة برنامج أنا مهتم بتعلم البرنامج. أنا نزلت هذا البرنامج ونزلت هذا البرنامج ايضا، هذا مالتيجو، هذا البرنامج خاص بالاو اي او اس اي ان تي، برنامج يعمل على خاصيه تجميع المعلومات، البحث عن الاشخاص، عمليه التحري الى ما غير ذلك. برامج صراحه مميزه، وانا اكتشفت البرنامج بالصدفه لانه احاول التعرف على الادوات الاخرى الموجوده على موقع دكتور فرفر، وصراحه شيء خيالي. إذا عندكم استفسارات في التعليقات لا أعرف أصلا كيف أجيب على استفساراتكم فيما يخص هذا البرنامج، لأنه أنا أتمنى أن تشاركوا معي تجاربكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.